الاخبار على القانون ديال العقود العماله ولا المصدر ديال النموذج اللي غادي تعمروه ان شاء الله والشروط ديال بادانتي وديال الموديلات الاخرين وفوقاش بالضبط والاجراءات اللي غادي تحتاجوهم والوثائق اللي غادي تحتاجوهم ان شاء الله. خليوكم مع الفيديو من الاول حتى الاخر، ما تزقلوش حتى اللقطه باش ان شاء الله تستفدوا. السلام عليكم الناس الزوينين، كي دايرين بخير؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى يا ربي تكونوا كاملين بخير وعلى خير. فيديو جديد، موضوع جديد على القانون الجديد ديال شهر 12 2023، واخيرا الحكومه الجديده حطت لكم النموذج ولا حطت لكم كاع القطاعات اللي غادي يكون ان شاء الله، ومنهم بادانتي اللي كتهم بزاف ديال الشباب والشابات. ان بزاف كيتواصلوا معايا في انستغرام كيقولوا لي انا بغيت بادانتي شمن نهار بالضبط غيكون كليك داي ديال بادانتي. يعني هذا الشيء كله اللي غنشارك معكم، حيت كما كتعرفوا القانون ديال العقود العام ان شاء الله غيتفتح في الشهر 12 وغيتفتح النهار 2 ونهار 4 ونهار 12 في الشهر 12 اللي غيكون كليك داي. ولكن بادانتي الناس ما عرفوش، حيت كاينين واحد العدد ديال الناس اللي اتفقوا مع الباترون ولا اتفقوا مع شي حد اللي غيدفع ليه وهم بادانتي في 2، ولكن بادانتي ماشي نهار 2 في الشهر 12 2023. غادي نشارك معكم ان شاء الله في هذا الفيديو النهار اش بالضبط باش ما تصيدوش، باش ما تعطيوش الرزق ديالكم وتصيدوا. خليوكم مع الفيديو الا كيهمكم الامر، خليكم مع الفيديو حتى الاخر باش ان شاء الله تستافدوا، ما تزقلوش حتى اللقطه، وما تنساوش اللايك ديالكم والبارطاج هو اللي كيعاوننا باش ان شاء الله نحاربوا السينيال ديال هادوك الله يهديهم، ما عرفتش شنو غنسمي ليهم، اللي كيهاجموني بالسينيالات ديالهم وبغاو يحيدوا ليا القنوات ديالهم ديالي، ما عرفتش شنو درت ليهم. يعني الحسد والحقد ما عرفت فين وصل في عباد الله، يعني ما كان جبد حد، ما كان هضر على حد، ما حسبي الله ونعم الوكيل فيهم. والتهديدات الله يهديهم، الله يهدي هاد البشر. شكون هادوك؟ ماشي المتتبعين ولا الناس اللي كيبغيوني، هادو الناس اللي عندهم، هادو الناس اللي عندهم القنوات ديالهم بغاو يحيدوني من تيك توك، حيت حتى هما كيهضروا على الهجره وتيقولوا لكم اجي وغنعطيكم العقود العمل، عطيني التسبيق وعطيني هاد المبلغ غنجيبها لك، وفي الاخر ما كيعطيك حتى حاجه، كياخذوا الفلوس وكينسوا على عباد الله. يعني كنسميو الربيع النصابه، هما اللي كيهاجموني والله ياخذ فيهم الحق. كويندي كنعتذر منكم على الغياب بالنسبه للناس اللي كيسولوا فيا، راني غير مع الوقت ومع الخدمه، اما هاد الشميت ما كانت صمت لهم، ما كانت ديهاش فيهم. الا حيدوا لي هاد القناه غادي نحل وحده اخرى. ان فاش كيقول لي شي واحد ما ديريش الحاجه، عاد كتشدني شي حاجه باش نزيد فيها، فهمتوا؟ باش نديرها. وبحال هاد الشميت ما غاديش نتصنت لهم باش زعما ندير بداك الشيء اللي هما بغاو. الا كان والديا مثلا او لا خوتي قالوا لي حيدي من هذا اليوتيوب ولا من هذا التيك توك، نقدر نحيد، ولكن بحال هذا الشميت ما عندي ما ندير بالهضره ديالهم، والله ياخذ فيهم الحق. كنت عافاكم بارطاجيو الفيديو مع الناس ومع الحباب اللي كتهمهم الهجره بالطريقه الشرعيه. خليوكم مع الطريقه ديال الهجره ان شاء الله، وغادي نشارك معكم القطاعات وغنشارك معكم حتى المصدر. هانتوما هذا هو المصدر اللي حطت لكم الحكومه الجديده، وفيه حتى فين غادي تعمروا النموذج ولا فين غادي يعمروا الناس اللي غايدير لكم بادانتي ان شاء الله. النموذج اللي غادي يعمروا والوثائق اللي غادي نحتاجوهم ديالكم، سواء ديالكم وسواء ديال هاد الناس. حتى مثلا شي شخص من العائله ديالك ما غاديش يقدر يدفع لك ولا ما فيهش هاد المواصفات اللي غنشاركهم معكم، او لا هاد الوثائق ما عندوش يقدر، يعني كاينه شي طريقه اخرى ان شاء الله اللي غنشاركها معكم في هاد الفيديو هذا، يعني حصريا المعلومات اللي كاينين حاليا والنموذج اللي خاص يتعمر حاليا الان، يعني من الان ما تسناوش حتى يكون كليك داي. خليكم مع اول حاجه غادي نشارك معكم موديل بي 2020. الناس اللي اتفقوا والنهار زعما اللي غيكون كليك داي، النهار اللي غيكون فيه كليك داي، الناس اللي اتفقوا مع شي باترون ولا مع شي سمسار باش يدفع ليهم موديل بي 2020 غير موسمي وفيه الوراق، غادي يكون كليك داي ديال هذا النوع ديال العقد العمل، يعني رسميا في الجريده الرسميه غيكون النهار 2 في الشهر 12 2023.
من راكوماندو خلاوها الطاليان او لا ضروري اوبليغاتوريو تصنتوا لهذا الشيء اللي غنقول لكم، حتى هي معلومات كنعطيها لكم غادي تنفعكم يعني من المصدر ديالها، وغنخليكم حتى المصدر ديال هذا القانون ولا هذه المعلومات اللي غنعطيهم لكم باش تفهموا مع هذاك الشخص ولا تصيفطوه لهذاك الشخص، غنقول لكم كيفاش غادي يدخل لهاد الموقع ولا هاد المصدر ان شاء الله باش غادي يعمر لكم النموذج ديالكم. كويندي هذا موديل بي 2020 اللي فيه يعني الوراق فيه البيرميسيو دي سوجورنو غير موسمي، غيكون كليك دايه ديالو نهار 2 في الشهر 12 2023. اما عقود العمل غير موسميه اللي غيكون كليك دايه ديالهم نهار 2 في الشهر 12 2023، كنقولها نعاود ناكد عليها باش تفهموا، مع 9 ديال الصباح. اما الباترونات ولا الشركات راهم بداو تيعمروا النموذجات ديال الناس اللي وصوهم، بحال دابا انت ولا انت اتفقتي مع شي سمسار ولا مع شي باترون شنو هما الوثائق اللي غادي تعطي ليها باش ان شاء الله يعمر لك النموذج ديالك من دابا، غير فوتوكوبي ديال الباسبور ديالك فقط هو اللي غادي تصيفط ليه، وهو مثلا الا اتفقتي مع شي سمسار كيصيفطها للباترون، والباترون راهم بداو كيعمروا النموذج ديال هاد النوع ديال العقود العمل اللي غيكونوا النهار 2 في الشهر 12 2023. دابا غادي ندوزو البادانت اللي بزاف منكم كيتسناو النهار اللي غيكون كليك دايه مختص بادانتي، وشكون اللي غيدفع لك؟ اي واحد يقدر يدفع لك، اي واحد مثلا شي واحد من العائله ديالك، شي صاحبك، شي اصدقاء ديالك، شي واحد يعني اللي كتعرفو يقدر يدفع لك بادانتي بدون شروط. اشنو هما الوثائق اللي غيحتاج هاد الشخص اللي غيدفع لك؟ مثلا انا بغيت ندفع مثلا شي واحد خاصني غير الباسبور ديالك، وخاصني الكود اللي كتعطينا مثلا الدوله ولا الباترون كل عام كيعطينا الكود كنديروا به صاتي الطرينطه كيعرفوا داك المبلغ اللي كتربحها انت في العام ولا انت، حيت ضروري يكون عندك 20,000 يورو 20,000 يورو في الكود ديالك باش تقدر، خاص تكون عنده 20,000 يورو في الكود ديالو، خاص يعني الا كان هو ساكن بوحدو، الا كان هو ساكن بوحدو خاص تكون عنده 20,000 يورو يقدر يدفع لك بادانتي. ودابا الان راه كاين نموذج اللي كيعمروهم هاد الناس، وكيفاش غادي يدخلوا الموقع غادي نشرحها لكم ان شاء الله. الا هو عنده العائله، عنده ولاد ولا عنده شي واحد يعني ساكن معاه، ضروري يكون عنده 27,000 يورو. ولكن ماشي ضروري مثلا هذاك 20,000 يورو تكون غير في الكود ديالو هو بوحدو، يكون غير هو كيتخلصها، حتى الا كان عنده مثلا ولادو ولا العائله ديالو يعني بحال الاقارب ولا خوتو ولا شي واحد يعني من العائله ديالو يعني بخاصك ما ساكنينش معاه، ساكنين في شي بلاصه اخرى هنا نيت في الطاليان، يقدر هادوك يضمنوه يقولوا ليه احنا الكود ديالنا غادي نجمعوه مع الكود ديالو باش تجي فيه 20,000 يورو. مثلا هو عنده 10,000 يورو في الكود ديالو، يقدر الا عنده ولاد وساكنين في شي بلاصه ولا خوتو غادي يستافد حتى من الكودات ديالهم، غيجيب غيقول لهم مثلا عطيني الكود ديالك باش نجمعوه مع الكود ديالي باش نقدر باش تجيني 20,000 يورو باش نقدر ندفع لهاد الشخص اللي غنجيبوه من المغرب. اما الا ساكن معاه شي واحد ضروري تكون عنده 27,000 يورو. الا مثلا هاد الناس كلهم خدامين واخا ما عندهمش حتى هما يعني ما كيربحوش 20,000 يورو الواحد، ماشي مشكل، هما قالوا لك مثلا غادي تاخذ الكود ديال مراتك، ديال ولدك، ديال خوك، ديال الناس اللي ساكنين معاك في الدار، المهم تجي فيه 27,000 يورو تقدر تدفع لاي واحد. او الا مثلا كتعرف هاد ما فيكش هاد الشروط مثلا ما خدامش ما يعني كل واحد الظروف ديالو ما عرفتش. المهم الا قبل ما ندوز لطريقه اخرى من غير هذه اللي كنشاركها معاكم، الكود يكون فيه 20,000 يورو
الا ساكن بوحدو، الا ساكن مع الناس ولا مع العائله، خاص يكون فيه ضروري 27,000 يورو. الشروط راني شاركتهم معكم، ولا كارطا ديدينتيتا ديالو، الكود يتشي فيسكال ديالو ديال هذاك الشخص اللي غيدفع ليكم، ولوسبيتاليتا ضروري يديرها لك. لوسبيتاليتا بلي فاش كتجي مثلا من المغرب تقدر يعني تلقى السكن باش ما تشردش، ضروري كيطلبوها. والبيرميسو دي سوجورن ولا لا كارطا ولا الجنسيه ديال هاد الشخص اللي غيدفع لكم، وهو من الان، من الان دابا هذاك الشخص اللي غيدير لك بضانتي من الان خاص يدخل لهاد الموقع اللي غنحطها لكم، باش ان شاء الله يعمر النموذج. الان يعمر النموذج باش النهار اللي غيكون ان شاء الله كليك دايه ديال بضانتي مختص ببضانتي، راه غنقولها لكم ان شاء الله مختص ببضانتي، ماشي جوج، ماشي جوج في شهر 12/2023، مختص ببضانتي غيدير كليك كليك دايه. اما المرحله اخرى نفرضوا هو ما فيش هاد الشروط نهائيا، ما خدامش، عنده الظروف، ما يعني كل واحد، حيت كاينين الناس المساكن عندهم المشاكل الصحيه وعندهم الباليديتا كيعيشوا منها ما تيخدموش، ما قدروش زعما يوصلوا لهذاك المبلغ ديال 20,000 يورو. كتعرف مثلا اي وحده مثلا طليانيه ولا مغربيه ولا شي وحده مثلا عندها شي واحد مثلا شي معاق ولا شي وحده يعني محتاج اللي يقابلوه، هذيك ديك السيده ولا داك الشخص يقدر يدفع ليه مثلا، يدير نفس الطريقه اللي شاركتها معكم، يدفع عليك لشي واحد مثلا من العائله ديالك. غادي تتفق مثلا مع شي طليانيه، نفرض شي طليانيه ولا شي مغربيه ولا تكون اي الجنسيه ماشي مشكل، عندها مثلا شي واحد كبير في العمار، عندها شي واحد مريض في الدار، عندها شي واحد يعني محتاج اللي يقابلوه، هاد الشخص يقدر يدفع ليك بضانتي الا كانوا فيه دوك الشروط اللي شاركتهم معكم. اما بالنسبه الكليك ديه ديال بضانتي غادي يكون ان شاء الله النهار 4 في الشهر 12/2023. عندكم شي واحد يدفع لكم النهار جوج، راكم ما غاديش تستافدوا والو، حيت بضانتي كاين يعني في هاد الرابط اللي غادي نشاركها معكم، اولا في هاد النموذج ولا هاد المصدر ديال الجريده الرسميه اللي حددتها الحكومه. كويندي ضروري هذاك الشخص اللي غيدفع لكم يدير لكم كليك داي مع تسعود ديال الصباح ديال النهار جوج في الشهر 12/2023. بارطاجيو هذا الفيديو مع الناس اللي كتهمهم الهجره بالطريقه الشرعيه، وان شاء الله الله يسهل على الجميع. مازال غنشارك معكم الموديلات اللي غيكون ان شاء الله في الشهر 12، خليكم معايا. نسيت ما قلت لكم الموديل ديال بضانتي ابيس هو الموديل ديال بضانتي ان شاء الله اللي غيكون كليك دايه النهار 4 في الشهر 12/2023. دابا غادي ندوزو للموديلات الاخرين. اما بالنسبه لعقود العمل الموسميه ديال 3 شهور وديال 6 شهور اللي ما فيهمش الوراق، البرغير، الفندق، الريستوراسيوني والفلاحه، هادو ان شاء الله غيكون كليك دايه ديالهم النهار 12 في الشهر 12/2023. بالنسبه للناس اللي دافعين هاد النوع ديال العقود العمل اللي ذكرتهم لكم ديال 3 شهور وديال 6 شهور ديال الفلاحه، البرغير، الريستوراسيوني، هادو ان شاء الله غيكون كليك دايه ديالهم النهار 12 في الشهر 12/2023، باش تعرفوا اشنو كاين. زعما الناس اللي اتفقين ولا اللي متفقين مع الباترون وغادي يدفع لهم هاد النوع ديال العقود العمل ان شاء الله، قولوا ليه راك غادي تدفع ليا نهار 12 وهو راه غادي يعرف، ماشي ضروري تقول ليه، المهم الخبر انت ولا انت في راسك. اما الباترون راه عارف شنو كاين، هو راه خدا النموذج وقرا وعارف الموديلات اللي غيدفعهم النهار 2 والنهار 4 والنهار 12، غير انا كنقول لكم باش يكون في علمكم. من غير بضانتي ان شاء الله اللي غادي يدفعوا او العقود العمل بضانتي اللي غيدفعوا في الشهر 12/2023 في 4 مع 9 ديال الصباح، غيكون حتى كونفيرسيوني بالنسبه للناس اللي عندهم الوراق وغاديين ان شاء الله يبدلوهم، يعني حتى هادو غاديين يدفعوا في الشهر 12/2023 يعني في 4 مع 9 ديال الصباح. جاني الفيديو طويل بالنسبه ان شاء الله للمصدر، غادي نحطوه لكم، وكاين حتى داك النموذج ان شاء الله اللي غادي تصيفطوه للباترون ولا هذاك الشخص اللي غيدفع لكم، كيفاش غادي يدخل هذاك النموذج اللي هو هذا
ان شاء الله اللي غنشاركها معكم. انا معكم انا جايه هاد النموذج اللي ولا هاد الرابط فين كاينين هاد المعلومات كلهم اللي حطيتهم لكم. هاد الشخص ان شاء الله اللي غيدفع لكم ضروري يدخل بالسبيد ديالو باش يقدر يعمر النموذج ديالكم ويصيفطو يعني كيعمرو ماشي يصيفطوه، ما غيصيفطوه حتى النهار بالنسبه ديال البدانتي حتى النهار 4 مع 9 ديال الصباح، حيت بدانتي مثلا دفع لك في جوج ولا دفع لك في 12 في شهر 12 2023 ما غاديش تقبل، حيت هما حددوا في هذا في هذا النموذج اولا في هذا المصدر ديال الجريده الرسميه حددوا بدانتي ان شاء الله اي كونفيرسيوني بالنسبه للناس اللي عندهم الورق وبغاو ان شاء الله يبدلهم هذا المصدر. ان شاء الله غنحطوه لكم في صندوق الوصف وغنثبتوه لكم في التعليق. بارطاجيو الفيديو مع الناس ومع الاحباب اللي كتهمهم الهجره. اي حاجه كنجيبها لكم كنجيبها لكم من المصدر ديالها، يعني ما كنجبدهاش من راسي. ودابا الان الشركات ولا الباترونات بداو كيعمروا هذا النموذج اللي غنشاركوه معكم، يعني اللي غنحطوه لكم في صندوق الوصف كما قلت لكم. بارطاجيو الفيديو مع الناس ومع الاحباب اللي كتهمهم الهجره. بالنسبه للناس اللي كيكتبوا لي فين غنتواصلوا معاك، انا هنايا ديما كنكتب لكم انستغرام كيوتش ولا وصفات ملكه، كنجاوب لكل شيء. الى اللقاء.